لو الحكاية فيها إن فيتو كان على وشك يمس الناس، كان على وشك وكان لأي أنت هتعمل إيه؟ وقال ما تزعجش ما هو الناس دول علشان يبصوا الناس هيموتوا زي يموت عليه، لا يبقى شيء فيه، ما عندوش أدنى حدود معرفة عن دينه، هيردوك إنها شيخين كانت تعالى، فأنا لو حضرتك كانت واحد مالك كده عشان ربنا عشان ربنا بيتك وعشان يكتبك تقول سامي جدا صحيح. يعني ينفع كده يا جماعة؟ هيبقى صاحب تعليم ايه من 5 سنين 5 سنين 3 نخلي الابتدائي 5 سنين.